عادة متعودين أن نحط الخطوات ثلاثة: بيض وطحين، ومرة ثانية ماء بيض وطحين، وبعدين نقليها. لكن نحن اليوم بنسويها بطريقة سهلة وسريعة. نحن حطينا نشا بعد مع الطحين هني على أساس يساعدنا أن الطبقة تكون متماسكة عدل. بحط البيض شوية مع الطحين، بنحط البيكنج صودا، بنتبله بعد بالملح والبابريكا والفلفل الأسود. ببدأ أخلط بإيدي مشاهدينا بهذه الطريقة، بنضيف المياه الغازية عليها. المياه الغازية بتساعدنا على أنها تكون طبقة. شوفوا قاعدة نعجنها مثل العجين، لازم تكون سائلة مشاهدينا، ما تكون يابسة وايد على أساس تكونها غموس. بنحط الربيان فيها وبنقلي، أزيد الماي. بهذه الطريقة شوي شوي بيبدأ، شوفوا خلطتها بإيدي. يمكن إذا حابين أن بالوسك تقدرون تسوونها، بس أنا حبيت بإيدي على أساس أحس أن كل الطحين لما أضغط عليه أتأكد أنه ذاب.